حاجه تانيه هي طبعا مختلفه شويه عن مساله قناه القاهره، لكنها جايه في سياق التزامن. يعني واحنا بنحضر او بنضع اللمسات النهائيه لمؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ باذن الله سبحانه وتعالى، واللي بنعتقد او بنظن وكذلك نتمنى انه يبقى واحد من اقوى المؤتمرات المتعلقه بمساله المتغيرات المناخيه اللي اتعملت حتى هذه اللحظة، ويكون في نفس الوقت من أقوى الملتقيات على صعيد أو على مستوى قادة وزعماء العالم، واللي أنا أعتقد أنه ليه الكثير من الإضافات أو هنقدر من خلاله يبقى لينا مكتسبات كتير جدا كدولة مصرية. هنا في نفس ذات السياق هتجد أن هنا بقى إيه المحافظات كل منها يتحرك في إطار رؤية ما، فتجد أنه على سبيل المثال بورسعيد بتعمل مبادرة. المبادرة دي عبارة عن إيه بقى؟ إحنا مؤتمر المناخ، يبقى حاجة ليها علاقة بالمناخ. الله، اللي هي إيه بقى؟ 100 مليون شجرة. مبادرة 100 مليون شجرة للحد من تغيرات المناخ. يا ترى هل ترى محافظة بورسعيد هيبقى لها نصيب قد إيه من ال 100 مليون؟ معانا على التليفون ست اللي هو عادل غضبان محافظ بورسعيد، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، إزي حضرتك؟ إزاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ بخير. زي الفل الحمد لله. بورسعيد نصيبها قد ايه من ال 100 مليون شجره يا فندم؟ والله احنا بدانا الاسبوع اللي فات، وبدانا داشن امبارح حمله اقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعه 100 مليون شجره. بدانا المرحله الاولى بالتنسيق مع وزاره الزراعه وجمعيه بورسعيد التاريخيه، بدانا ان احنا نزرع 1859 شجره. وليه الرقم ده بالذات؟ عشان ده الرقم دوت اللي هو تاريخ انشاء مدينه بورسعيد 1859. اللي هو متواكب مع حفر قناه السويس. حلو. والحمد لله امبارح بدانا ان شاء الله حتى الان بالتنسيق مع وزاره الزراعه والجمعيه العظيمه جمعيه بورسعيد التاريخيه والتربيه والتعليم والجامعه والجمعيات الاهليه في محافظه بورسعيد. النهارده بدانا ان شاء الله ان احنا نزرع اكثر من 135 شجره في شوارع مخصصه، وكل شجره لها تاريخ زرعها ولها تاريخ ميلادها، وفي مسؤول هيرعاها لغايه لما نحافظ عليها. وفي نفس الوقت كده المدارس والجامعات كل طالب وكل طالبه في المدرسه لها شجره مكتوبه باسمها، وفي كل شجره في باركود ان احنا نشوف تاريخ زراعه الشجره ديت ومين المسؤول عنها بالتنسيق مع الاحياء من بورسعيد كلها. بدانا في شارع الجمهوريه، وان شاء الله الاسبوع الجاي نخش في حي الضواحي وحي الزهور ان شاء الله بإذن الله. طيب، من المتوقع أنه نستمر في زراعة هذه الأشجار لقد إيه أو حين نصل إلى أي عدد؟ والله يا فندم، هو موضوع زراعة الأشجار، الموضوع اللي احنا يعني من ضمن باقي محافظات مصر، المبادرة اللي كان رئيس عملها ووزارة التخطيط اللي مشاركة المحافظات الجمهورية كلها إن احنا نشارك في مؤتمر مناخ بمشروعات تنموية موجودة في محافظة بورسعيد صديقة للبيئة، سواء مشروعات خاصة بالمحافظة أو مشروعات خاصة برجال اعمال او مشروعات خاصه بشباب بورسعيد وجامعات الاهليه. وصفينا في المحافظات على كل محافظه رشحت 6 مشروعات من اجمالي 114 مشروع لمحافظه بورسعيد، واللي احنا هتمثل 6 مشروعات دي ان شاء الله محافظه بورسعيد. والنتيجه النهائيه ان شاء الله يوم 3/11 ان شاء الله يبقى في احتفال كبير في القاهره كل محافظات مصر بترعاها وزاره التخطيط وزاره التنميه المحليه عشان خاطر نشوف ال 114 أو أسف 118 مشروع وبحث إن هو صديق للبيئة اللي هيشتركوا إن شاء الله في مشروع في مؤتمر المناخ إن شاء الله في شرم الشيخ. إحنا نوعية الأشجار إيه يا فندم بتبقى؟ في أشجار البتسوانا اللي هي صديقة للبيئة، وفي نفس الوقت هذه الأشجار دي بتعمل ضرر كبير جدا جدا، بتستخدم مية قليلة جدا، بالإضافة إن في أشجار مثمرة بتاخد مية برضه قليلة، مية قليلة قوي. حلو. بالإضافة إن إحنا مراعين تماما إن هذه الأشجار إن بنسبة الأكسجين اللي بتطلعه للجو ونسبة الثاني بتنقص من الجو تبقى نسبة عالية جدا جدا. يعني في من ضمن الأشجار دي أشجار مثمرة. في أشجار مثمرة. رائع. وبتستهلك مية قليلة. أنا سنة كنت لسه هقول لسيادتك يعني عاوزين نزرع أشجار مثمرة قدر الإمكان. وفي نفس الوقت تبقى بنحافظ على الميه. احنا عاملين تنسيق مع وزاره الزراعه ومدير زراعه محافظه بورسعيد ان هي بتشرف على نوعيه الشجر ديت، ومع التنسيق مع الحي مع المواطن نفسه اللي زرع الشجر، الشجره مسجله باسمه بالباركود.
بإذن الله. تهانينا على الفكرة وعلى المشروع، ونتمنى أن بورسعيد لوحدها يبقى فيها يجي مليون شجرة، عقبال الباقي. الله يخليك. أنا ممتاز بالفرصة برضه ده أستاذ يوسف، إن أنا كل الشكر والتحية الأهلي في محافظة بورسعيد إن هم كانوا سباقين تنفيذ مبادرة الصمت رئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر جمعية بورسعيد التاريخية اللي هي بيشرف عليها مجموعة من كبار رجال أعمال محافظة بورسعيد والمشهورين للمجتمع المدني، اللي تم التنسيق بينهم وبين المدارس والجامعة والجامعات الأهلية، إن إحنا إن شاء الله هنبقى محافظة سباقة في هذه المبادرة إن شاء الله. قدها وقدود، بورسعيد كبيره قوي في قلوب الكل يعني. الف الف شكر لحضرتك يا فندم، كل الشكر سياده المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. فكره حلوه جدا، الاشجار المثمره دي خليكم فاكرين فكرتي 8 سنين والله العظيم، زود اشجار مثمره. مش مهم بتثمر ايه، ومش مهم، انا في وجهه نظر يعني المتواضع، مش مهم يبقى من وراها عائد مادي، انا عايز الناس وهي معديه كده يلاقي شجره بتطلع خوخ، طلع بلح، طلع اي حاجه يقطف وياكل، والله ما بهزر، معدي اقطف كل اقطف كل.